لماذا توقفت قوات الجيش التي تقدمت قرب دمت؟ هل تدعم ألوية الجيش في دمت ومريس؟ ولماذا لا يشارك طيران التحالف في تحرير دمت بالوقت الذي يشارك فيه بجبهات أخرى؟ أهلا بكم. أعلن الجيش الوطني تحرير مناطق في مريس ودمت وسط اليمن، وقبل يومين وصل قائد المنطقة الرابعة لواء فضل حسن إلى المناطق التي تحررت في محافظة الضالع، في وقت يشكو فيه لواءان عسكريان هناك من نقص الإمدادات العسكرية واللوجستية. مصادر بلقيس قالت إن ذلك اضطر أبناء المنطقة إلى تجميع الأموال من المواطنين لشراء الأسلحة الخفيفة والذخيرة. أضافت المصادر أن طيران التحالف لا يشارك في عملية تحرير دمت رغم ما تطلبه المعركة من دعم قوات جوية. خلال هذه الأيام الماضية كانت القرى المحررة في مرمى نيران ميليشيا الحوثي، إذ استشهد العديد من المواطنين داخل منازلهم بينهم نساء وأطفال. العديد من ناشطي المنطقة أطلقوا تحذيرات للحكومة والتحالف من عدم تأمين هذه الانتصارات ومغبة عودة ميليشيا الحوثي للمناطق التي تم تحريرها. في الخامس من نوفمبر الجاري شن الجيش الوطني تصعيدا عسكريا واسعا ضد ميليشيا الحوثي في أكثر من جبهة. التصعيد الذي اشتعل في جبهات الحديدة والصعدة والبيضاء شمل أيضا جبهة دمت بالضالع. هذه المواجهة أنجزت تقدما استراتيجيا للجيش تكلل بتحرير جبل ناصا الاستراتيجي وعدد من القرى وصولا إلى أطراف مديرية دمت. قوبل هذا التحرير بترحيب واسع من الأهالي، لكن الفرحة لم تدم، إذ شنت ميليشيا الحوثي حملة قصف عشوائية على المدينة طالت مواطنين داخل منازلهم في قرية الحقب والقرى المجاورة لها. عدد من المواطنين لقوا حتفهم بنيران ميليشيا الحوثي، وعشرات الأسر أصبحت الآن بلا مأوى، نازحة في مناطق لا يمكن اعتبارها آمنة وبحاجة ماسة للدعم وتوفير الاحتياجات الإنسانية. كل ذلك يحدث دون أن نرى تحركا ملموسا أو حتى موقفا من جانب المنظمات الأممية والحقوقية. يذهب الحوثيون إلى إيصال الوجع إلى كل بيت وتجريع القهر كل يمني، فإلى أين تمضي عواقب الحرب وتكلفتها المستقبلية؟ قبل يومين زار قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن منطقة الحقب التي تم تحريرها، والتقى بقادة الألوية العسكرية التي تقود المعارك في المنطقة. ولم نحصل على معلومات حول إذا ما قدم دعما عسكريا للجبهة أو وعد بشيء من هذا القبيل. لا تبدو جبهة مريس دمت مدعومة من الجيش والتحالف بشكل جيد، الجيش الذي يظهر كجزر معزولة عن بعضها البعض بفعل سياسة السعودية والإمارات كما تظهر الوقائع على الأرض. فأبناء مناطق مريس ودمت يقفون اليوم على باب الخطر المحتمل، خطر التراجع وعودة ميليشيا الحوثي إلى المناطق التي حررت في حال لم يتوافر الدعم العسكري واللوجستي الكافي للتقدم، أو على الأقل المحافظة على التقدم الذي تحقق. فقد سبق وأن ذاق أبناء دمت مرارة النكسة بعد التقدم أثناء المواجهات في أواخر عام 2015. المسؤولية الأولى يتحملها الرئيس هادي ونائبه وقيادة الأركان الجديدة من أجل تعزيز جبهة مريس دمت وتحقيق تقدم يقل المواطنين خطر نيران الميليشيا، بالإضافة إلى مسؤولية التحالف الذي يتعامل مع الجبهة اليمنية بحسب المزاج السياسي لا وفق الأهمية الاستراتيجية التي تفرضها مصلحة المعركة ككل. جدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي كمال حيدر. أهلا بك أستاذ كمال. ضعنا بداية في صورة ما حدث في مريس ودمت في الأيام القليلة الماضية منذ بداية نوفمبر تقريبا. ما حدث كان يعني كما شاهدنا خلال الأيام الماضية، تحركت قوات الجيش الوطني والمقاومة من منطقة مريس. منطقة مريس هي كانت عبارة عن نقطة تجمع للمقاومة خلال 3 سنوات الماضية بعد خروجها من دمت في المرة السابقة. تجمعت قوات المقاومة وتم بناء ألوية عسكرية أو لواءين تحديدا في هذه المنطقة، بعض الألوية تتبع محور إب وبعضها تابع للمنطقة العسكرية الرابعة أو يعني محور الضالع. في خلال قبل أسبوع مع انطلاق معارك في أكثر من جبهة، في البيضاء، في الحديدة، في صعدة، تحركت قوات المقاومة والجيش الوطني في مريس وتحديدا ألوية تابعة لمحور إب،
ويعني مكونه من جميع المناطق، تقدمت باتجاه مديريه دمت، وهي طبعا عمليه يعني كانت المقاومه تعمل عليها او تسعى اليها من خلال 3 سنوات الماضيه خصوصا يعني حتى وان كانت توقفت العمليات باتجاه المدينه، لكن الاشتباكات كانت متواصله في منطقه مريس ما بين ميليشيا الحوثي وبين المقاومه والجيش. تقدمت القوات، استولت على جبل ناصا وهو جبل يعني مهم واستراتيجي يطل على مديرية قعطبة على مريس تحديدا وعلى مسافات طويلة الى 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 داخل في محافظة الضالع، وايضا على بعض المناطق جنوب مديرية دمت. سيطرت قوات الجيش والمقاومة على جبل ناصا، وسيطرت ايضا على كثير من الجبال المطلة على المنطقة الجنوبية لدمت، وسيطرت على عدد من القرى، وصلت إلى منطقة الحقب أو قرية الحقب وهي المدخل الجنوبي لمدينة دمت. هناك توقفت القوات. ما هو السبب؟ ما كان سبب توقف القوات هناك؟ هو بحسب العسكريين كان هناك أو الخطة كانت على 3 محاور أو 3 مراحل. المرحلة الأولى الوصول إلى مشارف المدينة، المرحلة الثانية كانت اقتحام المدينة، والمرحلة الثالثة كانت المضي إلى ما بعد دمت تقريبا يريم. يعني إلى هذه الثلاث الخطوات كانت مخططة بهذا الشكل، لكن بشكل أو بآخر يرى الكثير أن ما حصل أو أن التوقف الذي حدث على تخوم المدينة كان سيئا على نحو ما، نظرا لعدة عوامل. أولا عنصر المفاجأة، سقطت البلدات هذه بشكل سلس وسريع نظرا للمفاجأة التي حدثت لعناصر ميليشيا الحوثي، ولأنها ايضا كما في المدينه وفي بعض القرى لم يعد للميليشيا قوات حقيقيه، يعني قوات كبيره في المدينه. كان بالامكان كما يقول البعض الدخول الى دمت يعني بشكل سريع، لكن ذلك منطق، ومنطق القياده العسكريه او المنطق العسكري له منطق اخر، حسابات اخرى. بشكل عام كان، لكن يعني من منظوري الشخصي كان توقف امر خاطئ نوعا ما، لانه اولا لم يتم السيطره على كل الجبال التي كانت مطله على مدينه دمت، وهي كان خطوه ضروريه لتامين المناطق التي تم السيطره على الحقب وما قبلها. بالضبط، يعني لو كان تم السيطره على معظم الجبال لامكن الحديث عن مرحله وثم المرحله التاليه، لامكن الحديث عن ذلك، لكن عندما تسيطر على هذه الجبال معناته انه حتى ما حققته انت سيتم انتقاصه في المرحله القادمه، يعني سيتم محاولة استعادته من قبل الحوثيين. حتى لو لم يستعاد بشكل كامل، وأنا أعتقد أنه لن يستعاد المنطقة التي سيطرت على القوات المقاومة الشعبية، لن يستعيد الحوثيون بشكل كامل، لكن الآن تدور مواجهات على هذه التخوم، على تخوم مدينة دمت. يعني الآن المواجهات في منطقة الحقب. نعم. بالقرب من دمت. هي المدخل الجنوبي للمدينة، وهي على مسافة قرابة 2 كيلو أو كيلو ونص من المدينة. لكن على الخط العام، يعني الخط الذي يوصل إلى يريم من ثم إلى صنعاء، يعني هو خط واحد. الخط الرابط ما بين صنعاء وعدن هو. نعم. الخط يمر عبر مدينة دمت وعبر المناطق هذه اللي هي الحقابة، العرفاف، بيت الأزيدي، كل هذه المنطقة مسيطرة عليها من قبل المقاومة. الآن يعني بحسب آخر التحديثات أنه أصبحت الحقب منطقة اشتباكات، كانت المقاومة قد سيطر، والجيش كان قد سيطر عليها تماما، وانتقلت الاشتباكات إلى خارج القرية على تخوم المدينة. يعني هناك قريتين أو تجمعين على بوابة مدينة دمت، كانت المواجهات قد انتقلت إلى هناك. الآن حصل التراجع والآن أصبحت منطقة الحقب منطقة اشتباكات. طيب لما نتحدث عند حديثنا عن الألوية العسكرية المشاركة، تتحدث عن لواء من محور إب وكذلك من الضالع، ما طبيعة ما تملكه هذه الألوية من أسلحة؟ لواء 83 مدفعية واللواء من محور الضالع من محور إب. هي يعني بشكل عام جرى تجميع هذه الألوية، يعني ألوية مجمعة حديثا، يعني بالنسبة للأفراد ألوية مجمعة حديثا من عناصر المقاومة من محافظة إب ومن مريس ودمت ومن بقية مناطق التابعة لمحافظة الضالع. الآن بالنسبة للعتاد أو بالنسبة للآليات، لا أعتقد أنها يعني لديها الكثير من العتاد، خصوصا كنا نسمع خلال الأيام، يعني خلال 3 الأعوام الماضية، دعوات لدعم المقاومة ودعم الجيش وبمد بالآليات العسكرية، كما كان يحدث دائما عندما يحاول الجيش يتقدم من مريس باتجاه مدينة دمت، كان يفتقد الآليات التي
تساعدوا على تجاوز خطوط اطلاق النار وعلى يعني استعادة الجرحى الذين كانت تسطبون في هذه المناطق. لم يكن لدى القوات آليات مدرعة لحماية المتقدمين أو لاستعادة الجرحى. خلال الفترة الماضية تم يعني لا نستطيع أن نسميه دعم لأنه ليس هناك أسلحة ثقيلة، تقريبا هناك دبابة أو طيب دعنا نأخذ أكثر معلومات حول هذا حول هذه النقطة بالتحديد. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف العميد عبد الله مزاحم أركان حرب محور إب. أرحب بك سيادة العميد، نتحدث عن تحرير مريس وكذلك دمت، مناطق في مديرية دمت. ضعنا في صورة أولا تقدم آخر تطورات التقدم العسكري هناك. أهلا وسهلا بكم، أولا أشكركم أختي على استضافتنا في هذا البرنامج وأحيي ضيفكم في القناة. أهلا وسهلا. ويعني من خلالكم مع الصورة الواقعية التي تدور في جبهة مريس دمت يعني حاليا أمور طيبة إن شاء الله، نحن في تقدم مستمر وإن كان هناك وضع يعني استراحة محارب في الحقب، لأنه كما من الناحية العسكرية لابد من ترتيب أمور أنه تجاوز يعني ما يعادل 17 كيلو يعني في خلال ساعات من صباح يوم التحرير، انطلق التحرير إلى ظهر يعني للظهر يعني تم يعني اقتحام أو قصدي الانتصار في ما يعني ما يعادل 17 كيلو في الحقب. تجاوز الحقب يعني ب 500 متر تقريبا، لكن توقفنا للترتيب لاقتحام مدينة بعد يعني النصر في 17 كيلو يعتبر انتحار من أهل العسكرية يعني. لكن الأمور الآن الحوثي هو طبعا يعمل عصابة بشكل عصابة يعني الدفاع يعني الدفاع على أساس يظهر أنه لا يزال يقاوم، لكن في الحقيقة الحوثي منهار عسكريا، الحوثي في حالة ارتباك لم يكن يتصور أن قواتنا في اللواء 38 مدفعية واللواء 4 احتياط يعني تحكم السيطرة بهذه الطريقة على هذه المسافة الكبيرة، وبنفس الوقت جبل ناصر الاستراتيجي الذي كنا نحسب له الحساب توصل قواتنا إلى السيطرة البلة. مع احترامي ضيفة الأمكان العدد موجود، كان المقاتلين الحوثيين موجود يعني ذكر لك في ناصر وحدها مقتل 25 حوثي فقط يعني في جبل وحدة، وأسر 25 حوثي في نفس اليوم، يعني كان فيه أعداد مقاتلة وعندهم بي ام بي، كان عربة بي ام بي وكان معهم دبابة معهم سلاح معهم يعني قناصة 14 ونص و 23 معهم جمعوا على أسلحة. لكن كانت المفاجأة التي حصلت من قواتنا والتخطيط المحكم ثم التوقيت الصحيح والسليم لوقت الهجوم كان هو عامل النصر لقواتنا، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه وإن شاء الله سنواصل النصر. فلا يمكن أن الإرباكات التي يعمل الحوثي عبارة عن استفزازات وظهار يعني معنى من الأفراد، لكنه في الحقيقة يعني منهار ونحن إن شاء الله في حالة أفضل مما كنا عليه سابقا. طيب حجم المعدات العسكرية الموجود لديكم كافي للتقدم بشكل أكبر؟ هناك يعني هناك حديث على أن قائد المنطقة الرابعة لواء فضل حسن زار المناطق التي زار الجبهات، هل هناك دعم من قبل المنطقة لمحور الضالع وكذلك للقوات المشاركة أيضا من محور في إب؟ أخي العزيز يعني بالنسبة للإمكانيات بالنسبة للسلاح الثقيل موجودة، العميد عبد الله مزاحم اللي تحدث معك تتولى مع القائد دائرة معسكر الصدرين سابقا، ثم أسسنا لواء 38 مدفعية وأنشأنا لواء وتم اعتماد لواء، كنت قائدا للواء قبل أن أعين نائبا قائد يعني أركان حرب محور إب. عندنا معدات، عندنا دبابات، تصل عندنا دبابات والامور الطيبه المدفعيه موجوده، السلاح موجود يعني الامور طيبه. نحتاج الى بعض القطع يعني الان يعني حالتنا متحسنه يعني بما يقول تقول 70% عن الوضع السابق. نحن الان نحن في محور إب، نحن يعني موجودين مع قياده اللواء بتحرير المناطق هذه، والدوله مستعده للتعاون والدعم وقدعنا فعلا، والتحالف داعمنا كل الامور طيب، وقائد المنطقة زيارة أكبر ذيلا على دعم لنا للجبهة هذه لتحرير دمت ثم تحرير يريم ثم تحرير إب واليمن كله. نحن سنتحرك يعني بدعم من الشرعية وبدعم من التحالف إن شاء الله، وإن كانت بعض الإمكانيات الناقصة ستوفر إن شاء الله، كانت فيها معنا بعض الأشياء الناقصة لكنها ستوفر. بالنسبة للجيش، جيش يعني عنده معنوية قتالية وعندنا أفراد وعندنا جيش يعني الحمد لله الأمور طيبة، على لا يتصور البعض أننا يعني
يعني كان عمل مقتل إمكانية ما كتر. طيب سيادة العميد، وقد تطرقت إلى التحالف العربي، هل شارك طيران التحالف بغارات أثناء تقدم قوات الجيش في هذه الجبهة؟ يا أخي بالنسبة للتحالف يعني والطيران أنا أكون كقائد عسكري أوضح بعض المفاهيم الخاطئة. يعني تحرك الطيران على هدف يعني لا هدف يعني نحن كقائد عسكري ما نحب أن نرسل إحدافيات لأهداف يعني لا تستحق طيران. إذا كانت هناك أهداف يعني تستحق لمجيء الطيران هذا يعني أنا أقول وما يعني هناك تنسيق، ليست لديكم مشاكل مع في هذه النقطة مع طيران التحالف؟ إذا كان هناك احتياج من قبلكم سيكون موجود. لا يوجد مشاكل إطلاقا، لا يوجد مشاكل إطلاقا بالنسبة للتحالف. إحنا متواصلين مع التحالف في كل ساعة وفي كل دقيقة، وعندما يعني نشوف أن هناك فيه يعني أهداف تستحق وجود الطيران دائما نرسل الاحداثيات وتجي الطيران اقرب فرصه ان شاء الله وتكون تقعد معنا. لكن التحالف بنفس الوقت داعم لنا ماليا وداعمنا بالذخائر وداعمنا معنويا ويقف معنا يعني في خندق واحد. التحالف ليس لم يتخلف عنا سواء السعوديين او الاماراتيين او التحالف بشكل عام، يعني نشكرهم على وقوفهم معنا هذا الحاصل. ونحن هكذا الجيش يعني تحصل بعض الاشياء يعني النواقص او هذا لكنه تتلاشى في حاله وجود العزيمه والمعنويه يعني الكبيره للتقدم، ويعني بنتقدم ان شاء الله. هذا الكلام حاصل ونحن نشكر التحالف. ليس هناك تقصير بالنسبه للتحالف من جهه الطيارات. العميد عبد الله مزاحم اركان حرب محور اب، كنت معنا عبر الهاتف من مناطق المواجهات في دمت، شكرا لك. بالعوده اليك استاذ كمال، حديث مساله عدم احتياج الى طيران التحالف في جبهه وهناك امدادات لميليشيات الحوثي، يعني في نهايه المطاف المعارك تتواصل او تعود المعارك بسبب امدادات تصل من قبل لميليشيات الحوثي، كيف ترى هذه النقطه في حديث العميد عبد الله؟ هذه اهم نقطه فيما يتعلق بدور التحالف العربي او مهمه التحالف العربي في اليمن، هو الغارات الجويه على تعزيزات الميليشيا. بحسب ما كان لدينا من معلومات حول ما حصل في دمت او عن الوضع في دمت ليله التحرير او ليله وصول القوات الى مشارف دمت، انه قوه الحوثيين في داخل المدينه ليست بتلك القوه التي يمكن ان تصمد امام مواجهه كبيره كما كان محضر لها. يعني هذا افهم منك ما يعني يدفعك الى القول ان هناك كان حاجه الى الاستمرار في نعم عمليه التحرير. نعم، يعني انا ربما لدى القياده العسكريه تخطيطها او مبرراتها، لكن دعنا او نتحدث اولا عن موضوع التحالف وغرض التحالف. في يومها او يعني بعد تقدم الجيش كان هناك تعزيزات كبيره جدا وصلت من الى باتجاه المدينه من دمت ومن يعني عفوا من ذمار ومن مناطق شمال المديريه المداخل الشماليه. لم يستهدف طيران التحالف ولم يقم باي غاره جويه على هذه التعزيزات. اذا مهمه التحالف في يعني تحرير دمت غير موجوده، لا وجود للتحالف في هذا المكان في هذا العمليه. العميد يتحدث عن الدعم العسكري واللوجستي للتحالف، لا أدري ما هو الدعم الكبير الذي يدعمه التحالف للقوات هناك، لكن مهمة التحالف بشكل أساسي هي الغارات أو الغارات الجوية على التعزيزات. باعتبار أن الجيش اليمني لا يمتلك طائرات كافية. نعم، يعني إذا كان خلال ثلاثة الأعوام الماضية لم نرى الدعم العسكري المأمول لهذه المنطقة، وبقية المنطقة هذه تقاتل بمجهودها الشخصي. أنا أعرف أن هناك أن المقاومة أو الجيش عمل على شراء بعض الآليات والمدرعات بمجهود شخصي أو يعني من أبناء المنطقة، لم يتم دعمهم لا من قبل الشرعية ولا من قبل التحالف. ممكن يكون هناك دعم لاحق بالسلاح الثقيل الدبابات وما شابه، لكن أعتقد أنه حتى الدبابات كان من أحد المعسكرات التي تم السيطرة عليها أثناء إسعافات المديرية في وقت سابق في 2015. ولا تزال تلك المدرعات أو الآليات العسكرية الثقيلة هي التي تستكمل المعركة. نعم، مهمة التحالف هي الغارات بشكل أساسي، وعندما تتواجد غارات التحالف هذا يعني أن التحالف لا يقوم بعمله في هذه المنطقة. إذا أين هو التحالف مما يجري؟ هذا أولا. تعقدت مهمة الآن مهمة تحرير دمت لعدة أسباب، كما اوجزنا انه التحالف لم يقوم بغارات المطلوبه على تعزيزات الميليشيا، وهذا دفع بتعزيزات كبيره داخل المدينه.
ثانيا هناك بعض المواقع التي لا تزال حتى الآن يعني هي مواقع يعني متحكمة في المنطقة مثل حصن الحقب وسلسلة جبلية مطلة على مدينة دمت مباشرة. من المفترض أن يكون هناك غارات على هذه المواقع. هذه مواقع يتمركز فيها حوثيون. يتمركز فيها حوثيون لحد الآن. تمركز فيها قناصة. ربما يعني لا أدري ما مدى دقة القصف المدفعي، لكن أنا لست يعني في الأخير لست خبيرا عسكريا. أنا أتحدث عن بحكم معرفتي بطبيعة المنطقة أنه بالإمكان غارات أو مدفعية يتم بسط السيطرة عليها بشكل أسرع، يعني حفاظا أولا على أرواح المدنيين في المناطق التي تم السيطرة عليها، وأيضا حفاظا على وجود القوات في هذه المناطق، ولتكون مفتاحا لتحرير مدينة دمت. طيب الحديث عن هذه المناطق، يعني جغرافيا دمت تتقارب مع جغرافيا محافظة قريبة هي البيضاء، وكذلك إب شرقا أو في الشمال، الشمال الشرقي والغرب أيضا. كيف تؤثر يعني مسألة تواجد الحوثيين ربما في بعض المناطق في كلا المحافظتين يؤثر على سير المعارك في دمت أيضا؟ هي المنطقة عبارة عن وسط ما بين يعني مناطق مفتوحة على الشمال، والشمال الغربي والشرق والشمال الغربي. أقصد يعني مطوقة بشكل كامل من قبل ميليشيا الحوثي، من معاك من البيضاء ومعاك من أيضا. يعني بالإمكان وصول تعزيزات حوثية كبيرة جدا من أي من الجهتين. إذا ما انتقلنا لفكرة تحرير المنطقة هذه وكيف ستؤثر على المنطقتين، يعني أولا هناك يعني تحرير مدينة دمت هو بما أنها بوابة تقريبا ممكن الامتداد منها أو ممكن الانتقال منها إلى ثلاث محافظات اللي هي إب والبيضاء وإلى والضالع يعني الضالع التي هي عبارة عن بوابة الشمال محافظة الضالع. يعني تحرير المدينة سيكون سيقطع خطوط إمدادات لعدة مناطق إلى إب وعدة مناطق إلى البيضاء. صح أنه ليس بذلك التأثير، يعني أقصد أنه لا زال هناك خطوط أخرى، لكن منطقة دمت يعني تجمع يعني مهم للميليشيا الحوثية لهاتين المحافظتين. إذا ما عدنا إلى فكرة كيف تؤثر المحافظتين وجود الحوثي في هاتين المحافظتين على المدينة، فهو بالتأكيد يعني يلقي بشكل سيء على سير المعركة، لأنه هناك تواجد حوثي في البيضاء وتواجد حوثي في إب. يعني لاحظنا أنه في الأيام الماضية كانت التعزيزات تأتي من مناطق في محافظة إب، منطقة السدة، منطقة الرضمة، منطقة ريم، كانت التعزيزات هذه يعني هي أكثر هذه المديريات المجاورة لمحافظة الضالع المديرية دمت. نعم، هي يعني تحتوي على تواجد حوثي كبير، وبالفعل كان هناك تأثير يعني مهم على سير المعارك من حيث تعزيز قوات الحوثي من هذه المناطق. طيب دعنا نشرك أيضا معنا في الحوار يعني بالحديث عن الجانب العسكري الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. في سياق المعارك في مديرية دمت مناطق المريس أيضا، كيف تتابع المسألة عسكريا؟ هل تم تأمين المنطقة بشكل جيد؟ كيف يمكن استهداف مناطق الحوثيين التي يتم عبرها قصف المدنيين ويعني القرى والسكان المدنيين فيها؟ أسعد الله مساءك وتحية لك وللأخ والصديق كمال حيدرة وهو من أبناء المنطقة، ونحن أيضا من أبناء المنطقة، وقد أجاد الوقت لطبيعة المنطقة. حقيقة أخي الكريم، بالنسبة لعملية تحرير دم كانت الأمر سهل جدا، اقتحام المدينة نفسها، ولكن عادة ما تجري أخطاء عسكرية، وهذا كان خطأ عسكري فادح من البداية. كان يفترض اقتحام دمت لم يكن فيها إلا بضع عشرات من الحوثيين بأسلحتهم الشخصية، أسلحتهم الثقيلة، كانوا فقدوها في مقدمة الجبهة. وكانت الحجة الذي الآن القادة العسكريين المدنيين. دعني أضرب لك مثل. عندما تقتحم مدينة وفيها 100 مسلح حوثي أفضل أم عندما تقتحمها وفيها 1000 مسلح حوثي؟ بلا شك أنه كان خطأ عسكري فادح جدا،
لا يمكن تبريرها. الآن هم بيحاولوا يبرروه بأنه حفاظا على أرواح المدنيين، يعني خسرنا من المدنيين في الحجب وربما في بيت اليزيدي، والآن تشردت الحجب وتشردت بيت اليزيدي، وربما يعمل الحوثي في الأيام القادمة إذا تقدم على تفجير بيوت أهالي الحجب. الحقيقة حتى قضية الطيران، الطيران لم يكن له داعي أصلا، لأنه طبعا يقول لك نحافظ على أرواح المدنيين وفي نفس الوقت يطالب بقصف الطيران إلى داخل المدينة. هناك مواقع عسكرية كان بالإمكان قصفها، لكن كان بالإمكان اقتحامها عسكريا حتى بدون طيران. قضية قصف التعزيزات القادمة مثلا من يريد، الطيران لا يستطيع إلا إذا كانت هناك معلومات استخبارية فيها دقيقة، لا يستطيع أن يميز بين المركبات والسيارات القادمة من يرين إلى الرضماء إلى دم، ما بين السيارة المدنية والسيارة التي تحمل نبات الحوثيين. يعني في نقطتين أستاذ عبد العزيز، مسألة يعني هناك تم قبل قليل كان معنا العميد عبد الله مزاحم أركان حرب محور، تحدث على أن الجيش تقدم منذ التحرير 17 كيلو في ذلك اليوم، كان ربما هناك نوع من الإنهاك الذي استدعى التوقف في المكان الذي توقفت فيه القوات. النقطة الأخرى بالحديث عن يعني مسألة ضرب التعزيزات والعمليات الاستخباراتية للتحالف، هل يمكن الحديث على أنه لم يتواجد للتحالف إلى الآن استخبارات على الأرض خلال والشرعية بطبيعة الحال خلال 4 سنوات من الحرب؟ لا نستطيع أن نلوم التحالف بقدر ما نلوم الشرعية، وخصوصا قيادة المحور نفسها، خصوصا وأنه من أبناء المنطقة، كان بالإمكان يعني تجهيز عمليات استخباراتية. حتى أنا أقول لك لا نستطيع أن نقول أنه سبب عدم اقتحام دمت والطيران، كان بالإمكان اقتحام المدينة. الآن الحوثي الآن استحدث في جبل هيوة، ولا الأخ كمال يعرف جبل هيوة، استحدث مواقع عسكرية ونصب فيها مدافع وراجمات صواريخ من هذه المدينة، حتى لو من هذا الجبل حتى لو تحرر الدم يستطيع أن يدمرها تدمير كامل. ما بالنسبة للاستخبارات فأعتقد أن القيادة العسكرية حق الشرعية فشلت فشلا ذريعا. أقول لك على شيء آخر، الطريق من الرضمة إلى دم لم تشهد أي عملية عسكرية ضد، يفترض أن هناك تسمى العمليات خلف خطوط العدو، كان بالإمكان تنفيذ عمليات خلف الخطوط. لكن نعود إلى المسألة الأساسية، كان خطأ عسكري فادح، وقضية أنه العقيد مزاحم يقول أن الجيش يصيب بالإنهاك، كان مدة القتال هي ساعتين اللي حق 17 كيلو، ولم تكن مواجهات قوية بالمعنى العسكري. أضف إلى ذلك أخي الكريم، نحن نتفوق على الحوثي في دم بنسبة 1 إلى 10 وقد ربما أكثر، حتى بنسبة السلاح الثقيل لدينا دبابات أكثر منه، لدينا مدفعية أكثر منه. كانت في الفترة الماضية القيادات تقول أن الذخائر غير كافية، لكن الذخائر تم توفيرها أخي الكريم. كان طيب أستاذ عبد العزيز، مسألة التقدم بشكل مستمر على طول الخط الرابط ما بين مناطق دمت إلى يريم، ألا يعني هذا ويتطلب بكل تأكيد تأمين المناطق المجاورة أيضا؟ أقول لك على شيء واحد، يعني أنت لا يمكن أن تتقدم حوالي 100 كيلو في يوم واحد، لكن كان بالإمكان تحرير دمت وكثر الله خيرهم، يعني يتقدموا عن دمت 10 كيلو و 20 كيلو إلى منطقة الجبوب وإلى منطقة بيت الحيدري لعمل نسق دفاعي عن دمت. لكن القضية يعني وقفوا على أبواب دمت، يعني كخطوة لا يمكن أن يقوم بها أحد يجيد أبجدية العمل العسكري، عشرات الحوثة مقابل لواءين عسكريين وآلاف المقاتلين من أبناء المنطقة. أليست هناك خطورة أستاذ عبد العزيز، أليست هناك خطورة في حال ما تمت السيطرة على الدمت، خطورة على المدنيين هناك في دمت في المدينة بشكل عام من قصف حوثي متوقع إذا ما كانت السيطرة لقوات الجيش الوطني فيها؟ ما هو الخطورة الآن بدل ما هي كانت المفروض أنا قلت لك يجب أن كان على الجيش أن يتقدم 15 كيلو إلى الشمال إلى منطقة بيت الحيدري وإلى منطقة الجبو، وهناك عملنا نسق دفاعي يمنع القصف المباشر. القصف الوحيد الذي سوف يأتي بعد ذلك سوف يأتي من الرضمة، والمسافة لا تسمح بقصف مركز أو دقيق.
وكان بالامكان مبادره القص بالقص. لا توجد حاجه اسمها حرب نظيفه. اعتقد كل المبررات التي يسوقها القاده العسكريين لمحور الدم لا يقبلها العقل والمنطق ولا ابجديات العمل العسكري. طيب، من خلال يعني متابعتك واطلاعك على طبيعه التكوين العسكري للقوات، اتحدث هنا عن قوات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه وبالمقابل قوات ميليشيات الحوثيين، من الذي يمتلك القوات الاكثر نجاعه في سياق يعني معركه عسكريه؟ من الذي يمتلك سلاح الثقيل اكثر؟ الجيش الوطني يمتلك سلاح اكثر من الحوثي، الحوثي معه الان دبابتين او ثلاث دبابات وراجمه صواريخ، بينما وقليل من المدافع الهاون وربما معهم مدفع طويل المدى واحد او اثنين، بينما الجيش الوطني يمتلك عشرات الدبابات وعشرات المدفعيه وعشره اخذوهم معسكر الصدرين قبل ثلاث سنوات، ويمتلك الذخيره الكافيه، ويمتلك الحوثي كان لديه في دمس ما لا يزيد عن 200 مقاتل، بينما نحن معنا اللواء الرابع احتياط، معنا اللواء 83، وهذا تعداد بالالاف، نسبه التفوق للجيش الوطني 1 إلى 10، لكن الحوثيين مقاتلين يعني يضعوا الخطط الدفاعيه الجيده، يندفعوا يقاتلوا يجيدوا ابجديه العمل العسكري، بينما الجيش الوطني ليس له علاقه بابجديه العمل العسكري اطلاقا، كلما الذي يحصل هو حماس من المقاومه الشعبيه، وصلوا الى يعني ليس من المنطق ان تصل الى ابواب مدينه ثم تتركها الان عندما. طيب، هناك نقطه اخرى استاذ عبد العزيز، وبطبيعه الحال معذرة على المقاطعه، هناك يعني حديث دوما عن ان ميليشيات الحوثي في كل منطقه تتواجد فيها تقوم بتامين نفسها بالالغام، الى اي مدى هذا الامر موجود بالنسبه للمناطق التي يعني يتم القتال فيها في مديرية دمت والمناطق الأخرى القريبة من الرضمة وغيرها؟ طيب، بالنسبة لمديرية دمت لم يكن هناك لغم واحد، كان الألغام في النسق الأول يعني في منطقة التهامي ومنطقة يعيس كان هناك ألغام، لكن بعد أن تجاوزنا مرحلة الألغام لم يكن هناك لغم واحد، حتى داخل دمت لم يكن هناك لغم واحد، لكن بعد ذلك الحوثي لغم، عندما تركوا له فرصة يعني هم عندما وصلوا إلى مشارف دم تركوا له فرصة لحشد جنوده، تركوا له فرصة للاستخدام تعزيزات، تركوا له فرصة للتلغيم، تركوا له فرصة لعمل خنادق دفاعية، تركوا له فرصة لترتيب صفوفه، تركوا له فرصة لنشر القناصين، ثم بعد ذلك يريدون أن يحرروا دم. حقيقة كانت في حقول الألغام تكون في النسق الأمامي وهي في منطقة يعيس فقط. عندما تجاوزنا منطقة الألغام خلاص ما عاد فيش ألغام، تجاوزنا المرحلة هذا وصلنا إلى لم يكن في ألغام في الحقب، لم يكن ألغام في خاب، لم يكن ألغام في بيت اليزيدي، هذه حجج. إذا القاعدة العسكرية تقول إذا تجاوزت النسق الأول فما بعد النسق الأول ضعيف، لم يكن هناك والأخ كمال حيدر، الأخ الأستاذ كمال حيدر يعرف كلامي وصحته، ما يقول الآن كلها مبررات لعدم اقتحام دم. ويا الله الان اقتحام دمت الان يعني تدميرها حتى من خارجها، حتى من جبل هيوه، حتى من مناطق قريبه، ولا نبهوا الحوثي يعمل سواتر دفاعيه حتى لو انسحب من المدينه قادر على تدميرها، ارتكبوا خطا فادح لا يرتكبه رعيان الغنم، فما بالك بقاده عسكريين يحملوا اركان حرب والويه وكذا ومصبيان، هذا كله كلام مبررات يا اخي غير منطقيه. أشكرك الأستاذ عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وبكل تأكيد كل احترام يعني القادة العسكريين في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. بالعودة إليك أستاذ كمال، الحديث عن المعركة العسكرية يعني شائك بطبيعة الحال، التقدم ربما له حساباته، أنت من خلال طبيعة إدارة المعركة في اليمن عموما وكذلك من خلال إدارة المعركة من قبل القوات المتواجدة، نتحدث عن لواء 83 مدفعية الذي يتواجد في معسكر الصدرين سابقا وكذلك اللواء من محور إب، كيف ترى المسألة؟ يعني بغض النظر عن الترتيبات العسكرية، أنا يعني بحسب معرفتي أنا يعني لا أفهم كثيرا في العمل العسكري، لكن أقصد من ناحية الإدارة ربما هناك شيء من عدم التنسيق، ربما أيضا شاهدنا أنه معسكر
احد الالويه لم يشارك بالعمليات العسكريه بشكل كامل، او ربما دفع بعض افراد يعني الاليات، وجدنا قليل من الاليات مشاركه في هذه العمليات. الاستاذ عبد العزيز تحدث عن عشرات الدبابات والمدرعات العسكريه، هي هذا لم يظهر في صور الاتيان، طبعا لم تستخدم. راينا دبابه واحده والبقيه كلها عباره عن اطقم عسكريه. هو في الاخير انا يعني اشدد على انه القوه فيما يتعلق بدمت، الموضوع لا يتعلق موضوع القوة يعني بشكل أو من لأن هناك ربما أيضا تفاصيل جبال، هناك تفاصيل مناطق وسكان أيضا. هناك في موضوع المدنيين كان جزء، ما جزء، إليه الآن. جزء رئيسي من ما من معركة دمت، كان هناك في المنطقة هذه هناك حساسية، أصبح هناك حساسية في موضوع المدنيين. المنطقة هذه عانت حرب على مدار أكثر من 20 عام، قرابة 20 عاما، ودخلت ما بعد 20 عام في مرحلة صراعات أخرى، فموضوع يعني تحول الى 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 يعني عقده، في حساسيات عقده كثيرة. عقده في موضوع الخسائر البشريه. لا يراد للمنطقه الدخول في دوامه حرب. يعني الذاكره الشعبيه هناك ممتلئه بالصور اكثر يعني بشعه للحرب عاشتها الجمهوريه اليمنيه على مدى 25 عاما او 20 عاما. كان موضوع المدنيين موضوع ذو حساسية شديدة في المنطقة، وهذا أعتقد أن القيادة العسكرية تدركه أيضا. وأعرف أو أنا يعني متأكد تماما أن موضوع المدنيين كان أحد العوائق الرئيسية من اقتحام المدينة. وأيضا حتى الآن أنا خلال الساعات الماضية تواصلت مع عدد من الأشخاص هناك في المنطقة، أنسحبوا من بعض الأجزاء من في قرية الحقب، وهي التي كانت قد بسطت عليها القوات بشكل كامل. تمركزت بعض قوات ميليشيا الحوثي، بعض الميليشيات تمركزت في بعض البيوت في قرية الحقب، ولكن حتى الآن لم يتم التعامل معهم، لأنه لا يراد لهذه البيوت، لا يراد تدمير هذه البيوت، أو لا يراد تدمير القرية بشكل كامل. يعني هناك مشكلة رئيسية تتعلق بموضوع خسائر المنطقة. يعني هي تركيبة القوات، هي القوات، أنت القوات من أبناء المنطقة. نعيد هذه النقطة، القوات مكونة من أبناء المنطقة، من أبناء المنطقة. وبالتالي يعني حتى فيما بعد هناك أيضا جزء من ميليشيات الحوثي وكانوا من أتباع المخلوع الرئيس صالح من أبناء المنطقة. هذا أيضا سيولد حتى لا يتم فرز الناس بهذا الشكل، جيش وطني وميليشيا حوثي، يتم فرز الناس على أساس قبلية ومناطقية يعني في المنطقة. لا يتم التعامل مع هذا ما يتم التعامل مع المسألة بجيش وطني دولة وميليشيا الحوثي. يعني حتى مسألة ما بعد أسرع يعني المواجهة الآن ستتحول لصراعات قبلية فيما بعد، أو حتى الآن يتم احتسابها بهذا الشكل في بعض الأحيان. هذا يعني هناك الكثير من التشعبات فيما يتعلق بالعمل العسكري طبعاً في هذه المنطقة. طيب، هل يمكن تجاوزها بشكل أو بآخر للانتقال إلى مناطق أخرى بدون الدخول في مواجهات؟ هل يمكن، يعني نحن نتحدث الآن بعيدا عن المواجهات العسكرية، هل يمكن تأمين هذه المناطق والانتقال إلى مناطق أخرى بالنسبة للجيش الوطني دون الدخول في مواجهات عسكرية كبيرة بصلح معين، بشيء مشابه، ربما أو باتفاقيات معينة بالأصح؟ هو كان في يعني في المساء وصول القوات إلى مشارف دمت كان هناك الحديث عن وساطة لانسحاب الميليشيا بدون خسائر في المدينة، يعني دخول المدينة بدون خسائر، بدون حرب. لكن كما هو العادة هذه كانت عبارة عن محاولة من ميليشيا لالتقاط الأنفاس ومعاودة الهجوم يعني. فأنا أعتقد الآن أنه لن يكون هناك، يعني إن كان هناك اتفاق فهو خلاص سينهي يعني مثلا لتخرج دمت عن سيطرة ميليشيا الحوثي والمناطق هذه. لكن هل تكون تحت سيطرة القوات والجيش الوطني، تحت سيطرة القوات الجيش الوطني، تبقى منطقة محايدة ويحكمها الإدارة المحلية بشكل يعني مستقل عن الجانبين. طيب، نحن تطرقنا إلى يعني سنذهب الآن إلى نقطة مهمة وهي مسألة المدنيين هناك، لكن دعنا نشرك معنا في هذه النقطة الضيف من مريس أو من دمت، الأستاذ نايف المريسي الناشط الحقوقي الذي ينضم لنا عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ نايف. ضعنا في صورة الوضع بالنسبة للمدنيين هناك في مناطق المواجهات، تحديدا مسألة النزوح، مسألة الخوف من القصف وسقوط مدنيين. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. أهلا بك. في البداية لست الآن بداية الرد على ما ذكره من محاولة اتباع النفر الكبير الذي حققه في الجيش في جبهة بريتزنك.
لكن كما قلت احاول الحديث عن ما تحقق من انتصارات في الجانب الانساني، وهذا الحديث ايضا مؤجل. ساحاول ان اختصر انقل لك الوضع الذي يعيشه المدنيين في قريه الحقر تحديدا، وهي القريه التي تشهد مواجهات فيها. تفضل. الطلب الذي اكلمك فيها. نعم. نستطيع القول أن قرية الحقب التي تقع طبعا على متن الجنوبي مدينة دان أصبحت منطقة منكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. في ليلة وضحاها شهدت ما يقارب 300 أسرة من الحقب، ومن قرية بيت الجزية طبعا مجاورة لها والتي تتمركز فيها الآن قوات الجيش الوطني. نعم. يستطيعون الاهالي، لم يستطع الاهالي حتى اخراج فراشه ولا مرارس من المنازل بعد الطقس الحسيني التي شنت الميليشيا بقضاء التعاون من الامس وفي اليوم الذي قبله. ادى طبعا في احصائيه اوليه حسب النازحين التي التقينا بهم هناك 5 شهداء من المدنيين بينهم امراتين. ايضا حوالي 7 جرحى بينهم 3 الان في مستشفيات عدن وجراحهم خطيره. طيب هل هناك تواجد ل يعني ما يكفي من يعني الاماكن التي يمكن لهؤلاء ان يذهبوا اليها، مساله توفير اماكن للنازحين، او كذلك في الجهه المقابله مستوصفات ومستشفيات لعلاج الجرحى؟ للاسف الشديد غياب كامل للمنظمات الانسانيه. انا احدثك اليوم وانا شاهدت اسر باكملها. لك ان تتخيل ان هناك اسره كامله تعيش داخل غرفه واحده في فندق. لك ان تتخيل ان هناك 4 اسر في شقه واحده اليوم شاهدتهم بعيني. يعني وضع انساني سيء بسبب ما طبعا النزوح كان في اليومين الماضيه الى قريه بيت الجيبي، وبعد ان تعرضت مساء امس وصباح اليوم تعرضت قريه بيت الجيبي ايضا لقذائف من قذائف الهاون التي تصدرها الميليشيات من داخل مدينه. يعني نزح المواطنين اهالي قريه الحقب وكذلك اجزاء كبيره من اهالي قريه بيت الجيبي، وهم الان يتواجدون في البيت. من استطاع ان يرحل من على بحكم توفر المدنين، ومن وحوالي في احصائيه اوليه استطعنا انها اليوم هناك 250 اسره في منطقه مريس الان من المتواجدين من قريه الحقب فقط. أشكرك إذن الناشط الحقوقي أستاذ نايف المريسي، كنت معنا عبر الهاتف من دمت. بالعودة إليك أستاذ كمال، دوما ما تكون المسألة الإنسانية هي الأكثر قسوة في مسألة التقدمات العسكرية، كيف ترى هذا الجانب وكيف ترى متابعة المنظمات الحقوقية والإنسانية في هذا الخصوص؟ حتى الآن لم يحدث شيء، لم نسمع عن إدانة، لم نسمع عن توجه لإغاثة النازحين من هذه المناطق. هناك يعني تقريبا في قرية الحقب، القرية نفسها تحتوي على ما لا يقل عن 350 إلى 400 أسرة تم تهجيرها، القرية الآن تم تهجيرها بالكامل يعني عدا بعض الأشخاص فقط الذين بقوا في القرية. وهناك اليوم أيضا اعتقالات داخل القرية في الأجزاء التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي، هناك عدد من الأشخاص تم اعتقالهم. مسألة انتقامية كانت؟ أكيد يعني لم نسمع أي إدانة من المنظمات الدولية، لم نسمع أي عمل على إغاثة هذه الأسر. هناك يعني لك أن تتخيل أنه قرية انتقلت إلى قرية أخرى، يعني قرية الحقب انتقلت إلى قرية بيت اليزيدي، وهما تقريبا متساويين في الحجم. يعني لا يمكن تصور أن قرية يمكن أن يكون الوضع طبيعي في مثل هذه الحالة. لكن مع ذلك لم نسمع عن توجه لا من قبل السلطات المسؤولة ولا من قبل منظمات الإغاثة أو منظمات إعانة النازحين. الآن في هذا الأثناء لو أن ميليشيا الحوثي نصبت بعض مدافعها أو قواتها في الجزء الشرقي لقرية الحقب، لا أمكن بالقصف قرية بيت اليزيد، وبالتالي نتحول نحن أمام كارثة إنسانية. إذا كانت مجموعة قرى تم تهجيرها وتم جمعها في مكان واحد ومن ثم قصف. بالضبط، يعني هذا يضعنا أمام
يعني يضع السلطة الشرعية، يضع الجهات المسؤولة ويضع المنظمة الدولية أمام لحظة يعني لا يمكن أن نستمر سكوتها. إذا هذا الأحداث لم نلاحظ أي إدانة، لم نلاحظ أي شغل لإعانة هؤلاء النازحين. نحتاج يعني نحتاج إلى فعل إلى 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 فعل حقيقي على الأرض لإعانة هؤلاء الناس ومتابعتهم. أشكرك إذن أستاذ كمال حيدر الصحفي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.